طابت أوقاتكم مشاهدين، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق. دمرت القوات المشتركة أهدافا للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت تجمعات سكانية جنوب الحديدة. وأفاد الإعلام العسكري بأنه تم رصد منصة إطلاق صاروخية للميليشيات الحوثية جنوب الجراح لحظة استهدافها قرية الدنين الآهلة بالسكان غرب حيس. وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة دمرت منصة الإطلاق ومربض مدفعية بضربات مركزة. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر من انتزاع أكثر من 1200 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مختلف المناطق، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 3777 لغما، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام 373,894 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية. أشهرت بمدينة المكلا في محافظة حضرموت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي فرع محافظة حضرموت. تحت شعار الجيش والشعب يد واحدة، الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بمحافظة حضرموت تحتفي بإشهارها رسميا بمدينة المكلا. كنتم أنتم الطليعة وظللتم في صدارة المشهد منذ عام 94، عام الاجتياح والاحتلال، وأنتم اليوم باقون شامخون بينما المحتلون وجحافلهم الغزاة الذين استباحوا أرضنا إلى زوال. تلك القوات التي لها شرف تسجيل أروع الملاحم البطولية في السلك العسكري طوال مراحل التاريخ، مراحل تاريخ الدولة الجنوبية منذ الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر حتى عام 90. المشاركون في حفل الإشهار أكدوا أهمية تأسيس الهيئة في تعزيز الجهود العسكرية والأمنية وانتزاع حقوق منتسبيها التي حرموا منها لعقود، وأشاروا إلى أن الظلم طال جميع الجنوبيين من المدنيين والعسكريين والأمنيين. هذه اللجنة على عاتقها مهام كثيرة، هناك صدرت قرارات، قد صدرت قرارات وعاد فيها ظلم في المرتبات، صدرت قرارات بلواءات رئاسية، بلواءات وعمدة ومرتباتهم يستلموا حق مساعد. نحن اللجنة التحضيرية الهيئة العسكرية بمحافظة حضرموت لقد عملنا منذ أربع سنوات من أجل هذا اليوم، وقد مررنا بمراحل وظروف قاهرة وتم التقلب عليها بإصرار الرجال. هؤلاء هم اللي بنيت عليهم الدولة الجنوبية سابقا، وهم كانوا أو بعد أحداث 94 هم مشوا من كل أو من أبسط الحقوق التي لهم، واليوم استعدنا نشاطهم إن شاء الله، وسيتم مواصلة عملهم ودربهم في اتجاه الصحيح. ختام الحفل شهد الإعلان عن تشكيل الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بمحافظة حضرموت برئاسة العميد سالم المرشدي، وعن نائب الله ونائب لشؤون الوادي ورؤساء لدوائر الأمن السياسي بالوادي والاحتياط والتعبئة والشهداء والأنشطة والفعاليات، وعن الناطق الرسمي. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. شدد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي على أهمية الانضباط والتقيد بالعمل الرسمي وعدم التهاون أو التخاذل في أداء المهام الأمنية. جاء ذلك خلال نزول ميداني مفاجئ لتفقد سير العمل في مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية بروم ميفع غرب ساحل حضرموت، حيث طاف العميد المنهالي بأقسام مبنى الإدارة متعرفا على طبيعة سير العمل وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم.
أقامت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسرا واستمرار تجاهلها انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان. تحت عنوان قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسرا واستمرار تجاهلها يعد انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان، أقامت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل في هذا الجانب. قضيتنا قضية إنسانية حقوقية سياسية أيضا في نفس الوقت، وهي قضية المبعدين قسرا من العسكريين والأمنيين والمدنيين التي طال ظلمهم وطال أمد المعالجة لهذه القضية. نتمنى أنه من خلال هذه الورشة أن نوصل رسالة مهمة إلى كل الجهات ذات العناية ذات الاختصاص بهذه القضية، وهي فرصة سعيدة أن نلتقي اليوم بمشاركة كل الجهات. عقدت هذه الندوة لمعالجة هذه القضية الشائكة التي لها أكثر من 30 عام، صدرت فيها عدد من القرارات الكبيرة من قبل رئاسة الجمهورية ولكنها لا تلامس الواقع ولا تصل القاع. لهذا في هذا اليوم ستتداول فيه بعض الرسائل وبعض المحاور النقاشية لمعرفة ما هي الأبعاد للحلول ووضع المعالجات الأساسية للخروج من هذه الأزمة الإنسانية. الورشة حوت 4 محاور تناولت تقييم لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين المدنيين منذ تشكيلها والعراقيل التي واجهتها وكذا حقوق المبعدين وأسباب تجاهل وعدم معالجة قضيتهم ومن المسؤول عنها، واختتمت بالحلول والمعالجات المقترحة وسبل تنفيذها. هذا التعنت من قبل الحكومة ليس له أي تفسير، على الرغم من قيامنا بعدة اعتصامات ومطالبات بالوسائل المدنية إلا أن هناك ليس تجاوبا من الحكومة، رغم الظروف التي تجتاح المدنيين والعسكريين محرمانهم من جميع حقوقهم، إلا أننا إلى يومنا هذا ونحن نطالب. هذا النداء لكل المعنيين وعلى رأسهم الانتقالي وكل الشرفاء في الجنوب على أنصاف القوات المسلحة والأمن، لأننا تقريبا على مدى 3 عقود والممارسات هي نفسها ولم يجري أي تغيير، أكان في زمن 7/7 أو زمن هذا هو الواقع، ولهذا نحن نؤكد استعدادنا للحضور ثالثة لإيقاف هذا الزمن الذي يتبعث بنا والتحكم بحياة الناس أكثر من سنة وشوية بلا راتب. 5 أوراق نوقشت في الورشة تنوعت بين قضائية وقانونية وكذا أوراق قدمتها منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي، جميعها تحاول إيجاد حلول لمظلومية المبعدين الجنوبيين قسرا وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. شهدت مديرية حوف بمحافظة المهرة عرضا كرنفاليا بحريا بمشاركة 50 قاربا تزينت بإعلام دولة الجنوب، وذلك ضمن احتفالات أبناء الجنوب بذكرى عيد الاستقلال الوطني الجنوبي 30 نوفمبر. شهدت مديرية حوف بمحافظة المهرة عرضا كرنفاليا بحريا وبرعاية المجلس الانتقالي الجنوبي. هذه رسالة إلى شعب الجنوب بأن المهرة جنوبية وستكون جنوبية وستكون أيضا في الصدر الجنوبي. المهرة اليوم ينشدون كما ينشدون شعب الجنوب بدولة فيدرالية مستقلة ذات السيادة، دولة النظام والقانون. وقام مجموعة كبيرة من الصيادين من مختلف مناطق مديرية حوف بتنظيم عرض بحري بواسطة 50 قاربا تزينت بأعلام الدولة الجنوب مرددين الشعارات والأهازيج الثورية المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية. العرض البحري رافقه مسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة حوف، وذلك تعبيرا عن الاحتفال بالذكرى 55 بعيد الاستقلال الجنوبي المجيد. اليوم احتفال كرنفالي لكل أبناء مديرية حوف، وهذا شرف عظيم لأبناء مديرية حوف وهم يحتفلوا بهذه المناسبة العظيمة. وفي نهاية العرض أشاد الأستاذ حسان مهدي بالحاف نائب رئيس انتقالي المهرة بجهود تنفيذية انتقالي مديرية حوف والصيادين والمنظمين والمشاركين بهذه الفعالية المواقف الوطنية المشرفة لأبناء مديرية حوف من خلال تمسكهم بالمشروع الجنوبي والوقوف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ورفض المؤامرات والمشاريع الصغيرة التي حاولت النيل من إرادة شعب الجنوب.
أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس أن الاعتماد على التقارير الجامدة لن يحل الإشكاليات ولن ينتصر للقضايا العادلة. وجدد لملس خلال لقائه ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال التأكيد على تفاعل السلطة المحلية في العاصمة عدن ودعمها لكل من يعمل على أرض الميدان. ولفت لملس إلى أن العاصمة عدن مدينة تعايش وسلام ومحبة ولا تزال حاضنة للكل من بقاع العالم كافة منذ القدم. تفقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الأعمال الجارية لاستكمال إعادة تأهيل طريق شارع الستين بمدينة المكلا. ووجه المحافظ بسرعة استكمال المشروع مع الحرص على تنفيذ المواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بإعادة تأهيل شوارع وطرق عاصمة المحافظة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. انطلاق النسخة الثانية من معرض حضرموت للتوظيف بمدينة المكلا. من جديد أهلا بكم. برعاية من المجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور عدد من القيادات النقابية والمجتمعية، انعقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد التعاونيات الزراعية الجنوبية فرع محافظة شبوة، والذي خرج بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة لتطوير القطاع الزراعي. لطالما عانى المزارع الشبواني خلال العقود الثلاثة الماضية من إهماله وتهميشه من قبل سلطات الدولة، فجاء هذا المؤتمر كخطوة لإعادة الاحترام والاهتمام بالمزارع في شبوة والجنوب عامة. سيخدم فرع الاتحاد التعاوني الزراعي في المحافظة المزارعين والجمعيات الزراعية، وسيكون يعني عامل مساعد لإعادة نشاطها وإعادة وضعها القانوني والتنظيمي والإداري والمالي، ولكي تقوم في تقديم الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها والعمل على تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للمزارعين. تم انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد التعاوني الزراعي محافظة شبوة، وإحنا كلجنة تحضيرية بذلنا كل جهودنا من أجل انعقاد ذلك المؤتمر، ورغم الصعاب التي واجهتنا لأنه تم تحقيق كل ما نصبوا إليه، وإن شاء الله يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات لنجاح المؤتمر. من كافة مديريات شبوة أتى هؤلاء يحملون معهم هموم الآلاف من المزارعين وآمالهم التواقة إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة السلبيات والمعوقات التي أثرت على الإنتاج الزراعي وأدت إلى معاناة كبيرة. ظلنا اليوم مشاركين ولنا شرف أن نكون مع أخوتنا في محافظة شبوة لتأسيس اتحاد التعاوني الزراعي الجنوبي محافظة شبوة، ونشكر رئيس الاتحاد المهندس صالح مساعد الأمير واللجنة التحضيرية على الدور الذي قاموا به خلال الفترة الماضية للإعداد والوصول لهذا المؤتمر. بالنسبة للاجتماع هذا يعني كنا نتمنى لهذا الخطوة من قبل فترات، من شان الدعم للجمعيات ومن شان تشجيع المزارعين وتقديم لهم كل الخدمات، وهذا أكبر خطوة الآن في محافظة شبوة للمزارعين وبقيام اتحادهم التعاوني الزراعي ونشاط جمعياتهم التعاونية. أفضل مؤتمر إلى اختيار هيئة قيادية ولجنة للرقابة، بالإضافة إلى إقرار عددا من القرارات والتوصيات الهادفة إلى إعادة الريادة للقطاع التعاوني الزراعي الجنوبي وتحسين مستوى الدخل للمزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. يمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. أقيم في مدينة المكلا النسخة الثانية من معرض وظائف حضرموت، والذي يوفر فرص عمل للشباب العاطلين في عدد من القطاعات الخاصة. في طوابير منتظمة، حاملين مؤهلاتهم وخبراتهم بغية الحصول على وظيفة.
إنه معرض وظائف حضرموت في نسخته الثانية، والذي نظمته مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية بمدينة المكلا. أتمنى التوفيق والنجاح لكل الشباب الذين هم متقدمين اليوم لنيل الوظائف، وجميعها وظائف مطلوبة. قمنا في نادي الخريجين من مؤسسة حضرموت بعمل مسوحات ميدانية، وحصرنا بذلك عدد الفرص الموجودة في المنشآت في ساحل حضرموت. يوفر هذا المعرض نحو 160 وظيفة متنوعة للعاطلين عن العمل في أكثر من 20 جهة خاصة. إلى جانب ذلك، فهو يهدف إلى لفت انتباه أرباب العمل إلى معاناة آلاف الخريجين بالمحافظة وفي مختلف المجالات. جينا اليوم نتقدم لعدة وظائف، الوظيفة التسويق في عدة جهات تجارية، وتحت لنا الفرصة نحن نقدم على أنفسنا والعرف على أنفسنا في الوظائف هذه اللي تقدمنا لها في جانب التسويق. بعض الطلب يعني يكون مستحي كثير، بحيث إنه يروح صاحب عمل يقول له بتوظيفة والله شيء، أعتبر يعني أحيانا يكون في مستحي، يكون ما يقدر الشيء، فيعتبر عندي وسيط يعني في شيء جميل هذا. القائمون على هذه المبادرة يطمحون إلى توسعتها خلال السنوات المقبلة، ويأملون من الشركات والكيانات التجارية التفاعل معها. على غرار هذا المعرض يأمل الخريجون أن تنظم معارض أخرى للتوظيف الحكومي. المؤهل هو المعيار الحقيقي للتوظيف بعيدا عن المحسوبية والمحاباة. محسن بالبحيف، قناة الغد المشرق، المكلا. دشنت إدارة الشباب والطلاب بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية للشابات بمديرية الشحر، وتشارك في الدورة التي تستمر لأكثر من أسبوع قرابة 20 شابة من مديرية الشحر، وتحتضنها مؤسسة الأمل بتنظيم جمعية رعاية الشباب الاجتماعية. نهاية النشرة، للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.